السلام عليكم. حصة اليوم نتدرب على الكتابة في الكراس. لاحظوا، تبعوني مليح خطوة خطوة. سأكتب جملة، تبعوا معايا. أحكي قصصا ممتعة. انظروا، أحكي، انظروا، أحكي، شوفوا، لاحظوا مليح، نحط رأس القلم هنا ما بين الخط الثانوي والخط الرئيسي، هكذا. أح كي، انظروا، أحكي، أحكي قصصا. انظروا، أضع رأس القلم هنا أو زيت زاوية القلم هنا، هكذا. قي، هكذا على السطر. ص، انظروا، سنة صغيرة، ثم صاد أخرى، قصصا. انظروا، الألف، قي، ص، سن. أحكي قصصا ممتعة. مم، انظروا، حرف الميم ما بين الخط الفرعي والخط الرئيسي. موم، تي، انظروا، تي، وحرف العاء كذلك، حرف العين، انظروا، ممتعة. تون، انظروا إلى حرف التاء، انظروا، موم، تي، تون. إذا أحكي قصصا ممتعة، عفوا، ممتعة، عفوا، ممتعة. أحكي قصصا ممتعة. أحكي قصصا ممتعة. إذا اكتبوا في الكراسات بسرعة يا أطفال. إلى اللقاء، إلى حصة أخرى إن شاء الله.